صباح الخير يا طلاب الحلوين، كيف حالك ملوكة؟ عامتو بخير يا رب، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا في الإجازة في العيد. كيفكم طلابي الحلوين؟ شو أخباركم؟ طبعا كثير كثير اشتقنا لكم، بعدنا عنكم أسبوع فترة العيد، إن شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا في فترة العيد. كيف حالك حلا؟ ملوكة كيف حالك؟ ياسين كيف حالك؟ يلا حبايبي، اليوم طلاب الحلوين بدنا نشوف ورق عمل ملف المتابعة اللي بعتكم إياه. راح يكون عندنا صفحة رقم 6 تمام كي جي، راح أفتح لكم أشير معكم عشان تجهزوا لي إياه. نبلش حل إحنا في ملف المتابعة صفحة رقم 6. يا ريت يا طلاب الحلوين الكل يجهز لي ملأ، جهز لي حاله، اوكي؟ جهز لي الملف، تمام؟ يلا هاي الصفحة رقم 6 حطيت لكم اياها هون علشان تفتحوا عليها. يلا يا مس جهزوا لي حالكم، بعطيكم دقيقة جهزوا اقلامكم وملف المتابعة يا كيجي. يلا حبايبي، واللي بيجهز يخبرني. يلا كيجي. الآن الكل فتح وجهز للورقة. طيب حبايبي، في عندنا تمرين في هاي الصفحة بتطلب منا قراءة الكلمات وتحويط على الكلمة. بس ما معي ملف المتابعة. استمعي معنا، اقرأي معنا إذا ما معك الملف. أنا بعثته قبل أسبوعين من العيد، يعني آخر أسبوعين برمضان بعدناه وحلينا منه كثير قبل. فيا ريت تسحبي يا مس، لأنه فيه أوراق المراجعة اللي رح نراجعها قبل الامتحان. مش ملاقي الشنطة. مش مشكلة حبيبتي، هلأ ركزي معنا عشان نقرأ مع بعض. اللي ما معاه ملف المتابعة يضل يتابع معنا الحصة، لأنه رح نقرأ كلمات كيجي. هلأ مطلوب منا من هاي ورقة العمل إنه في عندي صورة، وتحت كل صورة يا كيجي في عندنا كلمتين. إحنا بدنا نقرأ الكلمة ونحط دائرة، نختار واحدة من الكلمتين إياها معبرة عن الصورة، تمام كيجي؟ خلينا نقرأ أول كلمة. مين يقرأ الكلمة الأولى يا كيجي؟ مين يقرأ الكلمة الأولى؟ حاسة الأول تحت كسرة. يلا ملك اقرأي لي الكلمة الأولى. إكو كسرة. إي تا وإب. شو صارت يا ملك؟ يلا يا ملوكة. كتاب. كتاب شطورة، الكلمة الأولى كتاب. طب خلينا نشوف الكلمة الثانية. تو وقع ثعبان. شو الكلمة الثانية؟ ثعبان. إذا عندنا كلمتين، كلمة كتاب وكلمة ثعبان. أي كلمة لازم أحوط؟ صورة تحكي صورة عندي صورة كتاب. إذا كلمة كتاب الكلمة الأولى ونحط عليها كتاب. كتاب حطوا دائرة يا مس. يلا كتاب حطينا دائرة. كيفك يا رفيق؟ هرمس كيف حالك؟ منيحة الله يسعدها. يلا رفرف اقرأي لي الكلمة الصورة الثانية. يلا اقرأي لي الكلمة الأولى. باب. باب يا سلام. والكلمة الثانية أسد. 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 لازم نختار يا رفيف في الأولى ولا أسد؟ برافو أسد. أسد. ليش؟ لأن الصورة عندنا صورة أسد، نحط دائرة على أسد. ممتاز يا رفيف. مين معنا كمان؟ حلا اقرأي لي الكلمة اللي بعدها. يلا يا حلا عندي مقطع ساكن هنا. في عندنا كلمتين وصورة. الأولى مقطع ساكن فل وإج، شو بصير؟ فل وإج، شو بصير يا كيجي؟ ثلج. ممتاز. إذا الكلمة الأولى ثلج. طيب خلينا نشوف الكلمة الثانية. إجو فتحة جا. إجو فتحة جا. جزر. جزر. أياها كلمة الصورة شو عندنا؟ صورة جزر. أي كلمة جزر الأولى ولا الثانية؟ الثانية. برافو. أولى ثلج
والثاني جزر. نختار كلمة جزر لأن أسطورة عندنا أسطورة جزر. برافو. طيب مين الشطور راح يقرأ لي هاي الكلمة؟ أنا كلمة. هاي كلمة. أكتب لك عليها. مفتاح. واو مفتاح. والثانية؟ حوت. يا سلام حوت. إيش الصورة؟ صورة حوت. راح نختار كلمة حوت لأن الصورة عندنا صورة حوت. برافو. طيب رفيف اقرأي لي هاي مقطع ساكن. يلا يا بطلة. ثعلب. برافو ثعلب. والكلمة الثانية؟ أذن. أذن ممتازة. أذن. إذا الصورة عندنا صورة أذن فالكلمة راح تكون الكلمة الثانية. يلا ملوكة دور ملوكة. اقرأي لي الكلمة هاي يا ملكة كثير حلوة وسهلة. يلا دب دب دب. طيب الكلمة اللي بعدها ايش هاي الكلمة؟ بطيخ. برافو بطيخ. طيب شو في على الطاء؟ في على الطاء يا مشدة. بطيخ. هون عندنا كلمة بطيخ كلمة مشددة. بدي أذكركم التحرير كلمة بطيخ عندنا حرف الطاء طائين. ليه طائين يا كيجي؟ لأنه عليه شدة. طاء ساكنة بط والطاء الثانية متحركة. بطيخ لما نحللها نحكي بط ب عليها فتحة بط. الطاء الأولى الساكنة بتروح مع الحرف الأول بالشكل عندي مقطع ساكن. بط نكمل طي الطوئي. الطاء الثانية بتروح مع مد الياء. وإخ بطيخ بطيخ بطيخ. حللناها يا كيجي؟ حللناها عشان نتذكر تحرير كلمة مشددة. طيب خلينا ننزل لتحت شوي ونشوف. رح نمسح هون. كملتوا هون كيجي؟ رح نمسح عشان ننزل لتحت. ننزل لتحت. هلا في عندنا اخر صور ثانيه كيجي. هذول بس. طيب حبايبي اخر صور. برافو. كلمات عصفور. في عندنا مقطع ساكن. رمان. رمان. الميم شو عليها يا بطله؟ عليها شده. رمان. اذا في عندنا ميمين. موز. ميم ساكن. موز موز. كيف بنحللها يا كيجي؟ يلا حللوا معي. رو وام. روم زي ما قرانا بنحلل. روم صار عندنا مقطع ساكن لانه ساكن راحت مع حرف متحرك. رمان. رمان. برافو. اذا الصوره صوره عصفور. ورح نحط دائرة على كلمة عصفور وحللنا كلمة رمان. يا ريت إنه تحللوا معي كلمة رمان زي ما حللتها عشان نتذكر الشدة. هلا عندي هون مين يقرأ لي هاي الكلمة؟ ياسين. موز. برافو كلمة موز. طيب الكلمة الثانية لياسين. يلا ياسين. خروف. إيش هاي الكلمة ياسين؟ خروف. خروف. طيب رح نحلل. إذا عندنا صورة خروف إذا الكلمة الثانية هي كلمة خروف عليها دائرة. إذا حللنا كلمة بطيخ فيها حرف مشدد وحللنا كلمة رمان أيضا فيها حرف مشدد. هلأ بترككم بعطيكم دقيقة تكملوا حل آخر كلمتين عشان ننتقل للصورة بعدها. رفيف جهزي حالك لورقة العمل الثانية. جاهزة؟ يلا هلا كثير سهلة هاي الورقة بس نحط دائرة على الحرف الكلمة المناسبة. طيب هلا في عندنا بالورقة الثانية يا كيجي رح ننزل لتحت. هاي الورقة عن التنوين يا كيجي رح نأجلها لبكرة عشان نعطيها درس كامل. اليوم أنا بدي أعطيكم افتحوا لي على الصفحة اللي تحتها على الصفحة هاي كيجي. على الصفحة هاي إذا سمحتم.
يا حبايبي. أنا البخرة أنا البخرة أنا البخرة. أنا مجهز القصة لرفيف أصلاً. هاي القصة لرفيف رح تقرأها كاملة، أوكي؟ بس بدي أكبر لك الصورة شوي. تمام. جاهزة؟ يلا رفيف. أوكي. طلعوا عندي هون يا شيخ. أمل. حملة يلا في عندنا نص وتقرأ المعنى كملي حملة الصياد الصياد برافو الصغير الصغير يا سلام صنارته ممتازة كملي و وخرج وخرج جا للصيدي برافو للصيدي طيب خلينا نقرأ أنا السطر الأول ورا رفيف حمل الصياد الصغير صنارته وخرج للصيد هلا في عندنا ولد صغير بحب الصيد كثير كثير هياته هون لونه هذا الولد اللي لابس تيشيرت أحمر وبنطلون أزرق شايفينه كيجي هذا الولد بيحب الصيد كثير وابوه جاب له هديه صناره، شو يعني صناره؟ هاي اداه يا كيجي بيستخدموها للصيد، تكون عباره عن عمود طويل او مكون من خشب ففيه كمان خيط، هذا الخيط بيعلقوا فيه طعم وبنزلوه على البحر عشان السمكه تاكل الطعم ويصطادوا السمكه، اوكي؟ فهذا الولد كان يحب الصيد كثير كثير وابوه جاب له هديه اللي هي الصناره. فحمل الصياد الصغير صنارته وخرج للصيد خرج للصيد يعني راح على البحيرة عشان يصيد أسماك أوكي؟ طيب خليني أكمل أنا قراءة شكراً لرفيف كثير كثير شطورة لم يجد الصياد الصغير ما يصطاده من سمك في البحيرة الصياد لما راح يصيد رمى الصنارة أول مرة رماها ثاني مرة رماها ثالث مرة كل ما يطلع السنارة يلاقيها فاضية ما في سمك شكل السمكات مش موجودات أو رايحات مشوار أو نايمات أو رأونين مش صاحيات يعني فالصياد ما لقى ولا سمكة في البحيرة حاول أكثر من مرة يرمي السنارة تعيطه بس ما في ولا سمكة علقت في السنارة شو عمل الصياد الصغير ما هو ولد صغير شو عمل فبدأ يلعب مع أصدقائه قرب عش العصافير ويجمع حبات الصنوبر هلأ هو شايفينه في الصورة يا كيجي صار يلعب مع أصحابه في طبعا أصحابه كانوا يلعبوا تحت شجرة الشجرة قريبة على البحيرة اللي كان يصطاد فيها فهو لما ما شاف إنه ما في سمك ومش رح يتعب حاله أكثر من مرة هو يحاول يصيد وما في سمك فقرر إنه يروح يلعب مع أصحابه فبلش يلعب مع أصحابه وكان جنبهم في عندنا شجرة كبيرة هاي الشجرة الكبيرة كان في عليها عش عصافير يعني العش بيكون فيه مجموعة من العصافير وكمان هاي الشجرة كان اسمها شجرة الصنوبر عليها نبات الصنوبر وهو بيلعب كان يلعب مع أصدقائه وبنفس الوقت كان يجمع حبات الصنوبر ويلعب فيها هاي النص برجع بقرأ لكم إياه كمان مرة الهدف من ورقة العمل يا كيجي إنه إحنا نحاول نقرأ كلمات أكثر من كلمة نحاول نقرأ أكثر من جملة أوكي كيجي هلا برجع بقرأ النص مرة ثانية لأنه رح يكون في عندنا أسئلة. حمل الصياد الصغير صنارته وخرج للصيد. لم يجد الصياد الصغير ما يصطاده من سمك في البحيرة. فبدأ يلعب مع أصدقائه قرب عش العصافير ويجمع حبات الصنوبر. طيب سمعنا القصة؟ طيب بدي أسألكم هلا سؤال. هلا الصياد الصغير وين راح؟ مين يحكي لي وين راح؟ وين راح الصياد الصغير؟ قرب البحيرة برافو، طيب شو كان حامل معاه الصياد؟ حمل ايش؟ سنارته ممتاز، طيب صاد سمكة كثير كم سمكة صاد؟ كم سمكة؟ صفر صفر ولا صفر. سمكة؟ فيش ما لقى سمكات ما لقى سمكات، وين كان راحت؟ ما حدا بيعرف دايمات أبصر الجزء كان النايمات صح يا رفيق؟ أو كان يلعب من تحت في البحيرة ما لزم طيب شو سوى الصياد الصغير؟ ظل يحاول وبعدين قاعد شو عمل؟
كان بالصياد صغير. مين يحكي لي؟ راح يلعب مع أصدقائه. برافو. طب وين صار يلعب مع أصدقائه يا رفيق؟ مين يحكي لي كمان؟ قرب البحيرة. قرب البحيرة لعب مع أصدقائه قرب البحيرة. شو كان جنب البحيرة؟ كان هناك شجرة. شجرة. طيب شو الشجرة فيها يا ملوكة؟ شجر سنوبر. يا سلام. في مدرستنا بأديسون كمان شجر سنوبر. أول ما ندخل على المدرسة في شجرة سنوبر هيك صغير وحلو. تمام. طيب هلا القصة كانت تحكي لنا عن صياد الزرق. طيب عندنا مجموعة من التمارين يا كيجي بالورقة. في عندنا رقم واحد، يعني كل بوكس أو صندوق مجموعة من التمارين مرقمين لنا إياهم. إحنا رح نمشي على الأرقام. رقم واحد هياته افهم النص. احنا فهمنا النص صح؟ فهمنا انه الصياد الصغير مع سنارة صغيرة راح على البحيرة يصطاد سمك، حاول اكثر من مرة ولا سمكة، ترك الصنارة وراح يلعب مع اصدقائه جنب البحيرة تحت الشجرة اللي فيها 10 عصافير واللي فيها شجرة صنوبر. طيب شو بحكي لي بعد ما نفهم النص؟ نجاوب على الأسئلة. اضع علامة اكس أمام العبارة الكلمة التي بها حرف الصاد. القصة خلينا نرجع على القصة. في كلمات مين هلا بدي واحد يكتشف؟ جاهزين تكتشف؟ القصة فيها كلمات أكثر من كلمة تكرر فيهن حرف نفسه. شو هو هذا الحرف؟ نكتشف. صياد. حمل الصياد الصغير صنارته وخرج للصيد. شو الكلمات الحرف المشترك بالكلمات هذول؟ صياد صنارة صاد. حرف الصاد. برافو. حرف الصاد. برافو برافو. حرف الصاد. خلينا شو رأيكم هلا؟ أنا بدي أدوق أحوط على حرف الصاد وأنتوا بتحكوا لي. كلام والكلمة فيها صاد بتحكوا لي عنها. يلا. حملة فيها صاد؟ لا لا حملة. الصياد فيها. نعم اياك. طيب. فيها فيها حطينا عليها دائره. حطوا دائره تجي على الصاد. كل الكلمات اللي فيها صاد حطوا عليها دائره على الصاد. الصغير ايضا في حرف الصاد. صنارته فيها فيها. وخرج خرج فيها. لا للصيد فيها فيها. نعم ايها. برافو. لم يجد الصياد. لم يجد فيها فيها. لا ما فيها. الصياد فيها دائرة. الصغير كمان فيها. ما يصطاده موجود حرف الصاد له سن. موجود فيها من لا سماكن. لا 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 في لا لا البحيرة فيها؟ لا. فبدأ لا يلعب لا مع لا مع لا أصدقائه. نعم لقيته. قربة فيها قربة؟ لا لا لا. وش فيها؟ لا. العصافير؟ ايوه. سلام. يجمعوا فيها يا ياسين؟ يجمعوا؟ لا 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 صنوبر. آه. سلام. فيها. برافو. كم كلمة؟ خلينا نعد. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. يا سلام. عشرة. برافو رفيف. السريعة رفيف أسرع من المس. 10 كلمات فيها حرف الصاد. برافو. طيب خليني انزل لتحت. شو بحكي لنا السؤال؟ ضع علامه اكس امام الكلمه التي بها حرف الصاد. يعني الكلمه اللي فيها حرف الصاد بنحط عندها اكس. صياد فيها؟ لا حطوا اكس. مش اكس يعني غلط، هو هيك بده اكس، يعني حرف الاكس قدام الكلمه اللي فيها حرف الصاد. سمك فيها؟ لا لا. وحيره؟ لا لا لا. عصافير؟ عصافير نحط اكس. عش فيها؟ لا ما في. لا. صنوبر؟
يلا حطوا اكياس. يلا حطيته. برافو. يلا كملنا، ننتقل على الجمع. احنا ما راح نمشي بالترتيب لانه صفحه صفحه، يعني هلا بوكس رقم 1 راح ننتقل على الجنب بوكس رقم 4. يلا جاهزين ننتقل بوكس رقم 4. شو بحكي لنا البوكس رقم 4؟ اقرا ولون الكلمه التي بها حرف الصاد. بدنا نقرا، احنا مناش نلون اللي ما معكم الوان لانه التلميذ بده وقت. اول شيء بنحط دائره على الكلمه اللي فيها حرف الصاد، بعدين بنلون. ايش رايكم، موافقين؟ طيب مين قرا الكلمه الاولى؟ سيامون. احنا حكينا هاي كلمه ضم. سيامون فيها حرف الصاد، فيها دائره عشان نرجع ونلونها. اوكي طيب. سفر. لا لا لا. صندوق. فيها صندوق. برافو رفيف. صياد. موجود. برافو. دائره. طيب ننزل على السطر الثاني. لا لا. صبر. يس. مفتاح. حقيبة. كلمية. يس. لا. طاولة. لا لا. مصحف. لا. نعم. نعم. مظل. مظلة. مي. مظلة. لا. هذا حرف الضاء اللي له أصالة. صاروخ. صاروخ. يس. برافو. بصل. لا لا. باقون. لا. مستقيم. لا لا. برافو. كم كلمة يا رفيف حاطين عليهم دوائر؟ ثمانية. برافو، ثمانية. حلا رائعة، ممتاز. حطينا دوائر. يلا راح امسح عشان انزل لتحت. خذوا وقتكم بالحال، اكون انا مسحت اللي فوق. يلا يا مسح. تمام. هذا حلو. لا جاهزين؟ جاهزين. احنا راح نروح على البوكس رقم 2. انا 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 اربط وتهمل. طيب رفيف راح تقرا لي اول جمله بس، والباقي راح اختار اسماء. يلا جهزوا حالكم. رفيف شو اول جمله؟ لعب. لعيبه. ركزي. لعيبه. لعيبه. الصياد الصغير. برافو، يا سلام، سريعة رفيف وشطورة. لعب الصياد الصغير، ممتاز. هلا دور ملك. ملك اقرأي لي الجملة. هلا شو بحكينا؟ احنا بدنا نربط نكمل الجملة، يعني جملة ناقصة بدنا نكملها بالجزء الصحيح. شو الجزء الأول يا ملك؟ ترى يا ملك. ملك. طيب حلا. حلا. طيب في بيته. في بيته. في بيته. انا رفيف شكلنا في بيت. في بيتي. قرب المسجد. قرب عش العصافير. ايها الصح. لعب الصياد الصغير قرب في بيته. لعب في بيته. لا لا. قرب المسجد. كان في مسجد. لا لا. قرب العصافير. ممتاز. قرب عش العصافير. وصلنا. وصلنا. يلا وصل الجملة الأولى مع الجملة الأخيرة عشان تكتمل عندنا الجملة. لعب الصياد الصغيرة قرب عشك العصافير. يلا يا أطفال. طيب ننتقل للبوكس رقم 5. شو بحكي لنا؟ أفكك الكلمات التالية. شو يعني أفكك؟ يعني أفكك أنا؟ أحلل. حلل. برافو. بدنا نفكفك يعني نحلل، واحنا شاطرين بالتحليل كثير كثير. يلا جهزوا حالكم. اول كلمه با. بصر. با. رون. بصر. 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 يا كيجي.
يعني عندنا حاسة البصر احنا من صفحة قلنا صح؟ صفحة الشوف يعني احنا بنشوف عيوننا اسمها حاسة البصر. كيف من مثلا صفحة كلمة سهلة ب مثلا صفحة صورة ب عليها فتحة صح؟ ب مثلا مثلا هاي عليها فتحة ب ص صورة عندنا تنوين الضم مثلا فتحة مثلا بصر مش بصل بصر بصر بصر. يلا نحللها يا أطفال كثير سهلة. صفحة بصر صفحة حللنا يا كيجي صفحة. ماما جربت الايباد ورحت على التليفون. صفحة 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 صفحة. برافو يا رفيف. صفحة صفحة في مقطع شاكر. صفحة صفحة يعني حرف الصاد مع سنه حرف التاء. صفحة صفحة منحط عليها سكون. صفحة الحاء لحالها عليها فتحة. صفحات تاء المربوطة معاها عليها ضمة صوت هيك. صفحات صورة. هلا الكلمة اللي بعدها صورة صورة. هلا اسمه اوكي صورة صورة حطي ضمة يا كيجي عادي حطوا ضمة مع مد الواو. ثلاث كلمات مقطع طيارة طيارة عليها تنوين ضم عشان صورة كنت أتحليت ولوهات جو ماما آخر شيء برافو خلص. تمنى كي يجي حبايبي طيب شو بحكينا بدنا ننتقل ننزل لتحت عند البيكتشر رقم او سوري مثل مربع رقم 6. شو بحكينا المربع؟ اكتب ثلاث كلمات فيها حرف الصاد بها حرف الصاد. مين يعطيني كلمة فيها حرف الصاد عشان نكتبها؟ يلا مين سريع الاول واحد ياد أعطيني صياد. برافو نكتب كلمة صياد. طيب هاي أول كلمة عندنا السنارة. نكتب كلمة صياد السنارة. ناس صياد صندوق سنارة سنارة سنارة. ما بدنا كلمات من القصة بدنا كلمات ثانية. حكت لنا ملك صندوق ممتازة. خلينا نكتب كلمة صندوق. يلا ظن كيم عندنا مقطع ساكن اف ضمة مع حرف النون. صنبور 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 كمان يا سلام. صندوق كلمة صندوق صاروخ صاروخ كيجي مش صاروخ كمان صنبور وصاروخ. طب شو يعني صنبور؟ صخرة صخرة. ايش يعني صنبور؟ حنفية. حنفية يا سلام. هلا الحنفية تاعت المي نحكي عنها كمان صنبور. رح نكتب كلمة صنبور. صن المقطع صن مقطع ساكن صنبور صنبور صندوق. شو كمان كلمة أعطيتوني؟ يلا نسيت هالكلمة الثالثة. صاروخ صاروخ يا سلام.
روح تيتشر كمان صوت انا اتكلم صبار برافو كلمة صبار كمان انتوا اكتبوا ثلاث بس انا راح اقول صبار تيتشر كمان صوف يا سلام عندنا كلمة صوف برافو صورة صورة يا سلام صورة يا سلام صورة لا يا سلام كتبنا ستة هم طلبوا ثلاثة احنا كتبنا ستة برافو 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 انتوا يا كيجي فقط اكتبوا ثلاث كلمات ممكن تكتبوا كلمات سهلة صوف وصبار وصورة أو صوف وصاروخ وصنبور اللي بدكم إياه أعطيكم دقيقة يا كيجي عشان تكتبوا لي ثلاث كلمات عشان يكون معكم وقت للتفكير ماش كم صفحة ولينا ونخلص الحصة بس هاي الصفحة بس هاي الصفحة رح نكملها وخلاص الله عليك يا رب انا خلصت هاي رقم كتير حكي تمنى كيجي طيب بدنا ننتقل على الصندوق اللي بجنبه صندوق رقم 3 اكتب جملة النص التي تدل على ذلك هلا هذا يا كيجي انا حاولت اني احله باكثر من طريقه بس ما لقيت غير طريقه واحده اكتب النص التي تدل على ذلك انه احنا بدنا نرجع للنص وبدنا نكتب الجمله اللي بتدل على لانه شوفوا هنا عندنا رقم 2 مرتبط برقم 3 فجمله لعب الصياد الصغير قرب 10 بدنا نكمل الجمله كيف كتبت الجمله لما نرجع على النص انه لعب الصياد الصغير قرب 10 العصافير وجمع حبات ايش اللوز الزنابر اللوز الزنابر الزنابر رح نكمل الجملة أنا حاولت ألاقي حل أضبط لهذا لأنه مش واضح يا مس السؤال لعب الصياد الصغير قرب 10 عصافير وجمع بنكمل الجملة وجمع 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 حبات حبة طبعا عليها شدة حبات الصنوبر يلا حبايبي خذوا وقتكم فتحلوا الجملة كيف المسيرة كم مربوطة؟ لا كافة فتوحة هذا صحن مو ملزق أيوة طيب مرة يحل هاي السطر يلا كيلي كملنا أمسح فوق بتكونوا خلصتوا يلا هون بس ملزق كيف سلام
هلا عندنا إيش صندوقين عشان نحلهم. لا تخوف لا تخوف أيوه لا مش لا في جديد لما يلا كيجي رح نمسح ونروح على آخر مربعين رح نحلهم. يلا حبايبي افتح الكاميرا افتح الكاميرا هلا كبير كم تفتحها يلا كده احنا هنا المربع رقم 7 اربط سهم نقرا الكلمات ونوصل كل كلمه مع الصوره اللي بتناسبها. اول كلمه مين يقرا لي اياها؟ ايش الكلمه الاولى؟ كلمات هذا صنوبر. كلمه صنوبر وين الصنوبر؟ أي صورة؟ مين بيعرف الصنوبر وين؟ الصنوبر. إذا كلمة صنوبر رح نوصلها مع صورة صنوبر. وصلنا؟ يلا كيجي. الكلمة الثانية مين يقرأ لي إياها يا كيجي؟ صاروخ. برافو صاروخ. صاروخ. نوصل كلمة صاروخ مع صورة صاروخ. يلا لي إياها. وآخر واحدة. أنا. أنا يلا شو هاي الكلمة؟ مصباح. مصباح نوصل كلمة مصباح مع صورة مصباح. برافو يا كي. هلا آخر عندنا آخر صندوق رقم 8 ولون حرف الصاد فقط. ندون وين حرف الصاد؟ هذا واجب لكم يا كي. هذا كثير سهل هذا، من نلون وين حرف الصاد ندور وينه ومن لونه. هذا حرف الصاد بحكم عليه دوائر أنا، هذا واحد، كمان واحد، هذا كمان واحد، هذا واحد، أنا معكم ألوان حطوا عليه دائرة، هذا واضح، لا نخربط الهجية له نقطة ضاد، واضح، هذا واحد، واضح، يلا إذا ما عرفت أبروني، هذا كمان واحد. هذا واحد وهذا واحد ضل حرف صاد لا هذا واحد وهذا